Good morning, grade 4. I am happy to be with you. Today we have family and friends, unit 7. احنا كنا وقفنا لحد unit 7 في الدراسة. هرجع تاني نكمل مع بعض ان شاء الله ابتداء من unit 7. طيب اليونت بتاعنا التايتل بتاعه بيكون Will it really happen? Will it really happen? طيب تعالوا نشوف كده الفوكاب اللي عندنا. اول حاجة هنعمل ايه؟ Listen and point. Listen and point يا سنة ربعة. The future, the future. Travel, travel, travel. Satellite, satellite, satellite. The moon, the moon. The sun, the sun. Planets, planets, planets. Rocket, rocket, a rocket. Astronaut, astronaut, astronaut. Star, star. Spaceship, spaceship, spaceship. Now listen and repeat. Now listen and repeat. The future, the future. Travel, travel. Satellite, satellite, satellite. The moon, the sun, the moon, the sun. Planets, planets. Rocket, rocket. Astronaut, astronaut, astronaut. Star, star. Spaceship, spaceship, spaceship. طيب تعالوا نشوف المينينج كده بتاع الوردز. ذا فيوتشر، قلنا الفيوتشر يعني ايه؟ قال لي ذا فيوتشر مين سمثينج ويل هابن، مين سمثينج ويل ايه هابن. الفيوتشر يا سنه اربعه مش معناه ان حاجه حصلت ولا حصلت وخلصت خلاص ولا بتحصل، لا سوف تحصل. يبقى الفيوتشر معناه ايه؟ المستقبل، يعني الشيء ده لسه هيحصل ان شاء الله. يبقى ذا فيوتشر معناه المستقبل. ترافل، اي ترافل تو كايرو باي ترين. اي ترافل تو كايرو باي ترين، يعني انا بعمل ايه؟ بعمل ترافل من المنيا لكايرو باي ترين، يبقى هنا ترافل. ساتلايت، ساتلايت. all of us watch TV. All of us watch a TV. You see what you see Europe channels مثلا. فاحنا عشان اشوف اليوروب channels دي، القنوات الاجنبية دي، فلازم يكون عندي ايه؟ satellite. لازم يكون عندي satellite. طبعا كلنا عارفين ايه؟ the moon، وكلنا عارفين the sun. طيب عندي كمان، احنا عندنا في هنا في السكاي في المون وفي sun وفي كمان حاجات تانية اللي هي بنسميها البلانتس، بنسميها الايه؟ البلانتس. عندي الشكل دوت اللي هو قلنا بنسميه rocket، rocket, rocket. طيب astronaut، astronaut, astronaut. astronaut اللي هو مين؟ اللي هو البيرسون هو كان ترافل تو سبيس. هو كان ترافل تو ايه؟ سبيس. الانسان اللي بيقدر يروح للسبيس، للفضاء اللي فوق، فبنسميه استرونات، بنسميه ايه؟ استرونات. طبعا احنا عارفين ان السكاي فيها مون وفيها صان وفيها كمان ستار، فيها ايه؟ ستار. وكمان اختاروا حاجه تانية اسمها السبيس شيب، سبيس شيب اللي هي سفينه الايه؟ الفضاء. تاني يا سنة ربيع، يبقى احنا قلنا the future means something will happen. means something will ايه؟ happen. travel، قلنا يعني ايه travel؟ قال لي يعني I travel from منيا to Cairo. I travel from منيا to Cairo، يعني انا هروح من المنيا لكايرو، هسافر من المنيا لكايرو. satellite، satellite قال لي to see different channels او Europe channels لازم يكون عندي ايه؟ satellite. بعد كده قلنا the moon، the sun. عندي planet، قلنا البلانت عندي it's how many planets can you see؟ 7. rocket، astronaut، astronaut قلنا person who can work in space، who can go to space بنسميه astronaut. star، وعندي كمان space ship. طبعا انا هاخد يا سنه رابعه في الـ هاخد في الفاميلي الحاجات المهمه فقط، هاخد الحاجات المهمه ايه فقط. فانا هنا خدنا الفوكاب وبعد كده هندخل على lesson 2 اللي هو في الجرامر.